ودي القدر ودي المصير. نودع الماضي وحلمه الكبير، نودع الافراح نودع الاشباح. راح اللي راح ما عادش فاضل كتير، فعلا ما عادش فاضل كتير، واللي راح برضو ما كانش قليل، كان حتة من قلبنا وروحنا، عمره كله كان قدام عينينا. شفنا طفل وصبي وشاب وراجل ناضج، سنين طويلة لعب فيها كل الأدوار، الشاب المستهتر والطيار والضابط وشيخ الجامع والفنان التشكيلي والمناضل ورجل المخابرات في السينما وعلى خشبة المسرح والتلفزيون. ولما جت النهاية كان لازم الستارة تنزل والشاشة تضلم، ويروح هشام سليم يتحول لجزء من تاريخنا الفني المبهر اللي عاش ولسه هيعيش كمان وكمان. هشام مواليد سنة 1958، بدأ مشواره الفني بدري قوي. ماما انتي بتطلعي سجارة من سجارة؟ اختارته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة علشان يلعب قدامها دور واحد من ولادها في فيلم امبراطورية ميم، اخراج حسين كمال سنة 1972. كان هشام وقتها لسه طفل عمره 13 سنة. والده هو الأسطورة صالح سليم، لاعب الأهلي المشهور اللي قدم للسينما 3 أفلام، أهمهم الباب المفتوح قدام فاتن حمامة. يمكن ده اللي سهل ظهور هشام على شاشة السينما في فيلمه الأول، رغم إن والده ما كانش مرحب بالخطوة. ومع ذلك إمبراطورية ميم اللي قدم فيه دور الطفل مدحت كانت بس البداية. بعد 4 سنين اختاروا المخرج العالمي يوسف شاهين علشان يلعب دور إبراهيم في فيلم عودة الابن الضال قدام محمود المليجي وهدى سلطان وشكري سرحان. في الفيلم ده قدم هشام واحد من أدواره المهمة جدا، انطلق بعده للسينما اللي فتحت ليه دراعتها علشان يلعب أدوار خفيفة في أفلام تزوير في أوراق رسمية، ولا تسألني من أنا، وسنوات الخطر، ورجل لهذا الزمان، والأوباش. وفي نفس الوقت سجل بصمته في الدراما التلفزيونية، تحديداً المسلسلات اللي كتبها أسامة أنور عكاشة، عادل البدري في ليالي الحلمية، هشام أنيس في الراية البيضاء، حسني النعماني في أرابيسك، الشيخ هاشم العدوي في وما يجري، وجيه سيد في أهالينا، أشرف علوي في امرأة من زمن الحب، وأخيراً العمدة فتح الله في المصروية، وأعمال تانية مميزة زي مسلسلات السيرة العاشورية وهوانم جاردن سيتي والكومي وملك روحي ومحمود المصري وحرب الجواسيس، وأفلام مهمة زي العاصفة ويا مهلبية يا واسكندرية كمان وكمان وخيانة مشروعة والأراجوز والناظر وإنت عمري ويا دنيا يا غرامي، وغيرهم كتير قوي من الأعمال اللي حفرت لنفسها مكان في وجدان الناس على مدار مشواره الفني. ده تعرف أبوها كويس قوي، وإحنا ناس لا بنهدد ولا بنجري. إصابته بالمرض الخبيث اللي فجأه فاجئنا علشان يكتب نهايته الحزينة، فعلا راح اللي راح وما عادش فاضل كتير. راح اللي راح ما عادش فاضل كتير، ودي اللي كان ودي القدر ودي المصير. نودع الأفراح نودع الأشباح.